ايضا لازلنا مستمرين في رصد الاجواء الخاصه بمباراتي الساعه 5:30 في اللقاء الثاني اللي طبعا حضراتكم هتكونوا متابعينه على اون تايم سبورت 3، لقاء الجونه وفاركو مباشره من استاد خالد بشاره. ايضا معانا واحد من الزملاء الاعزاء حسن غنيمه اللي يطلعنا على استعدادات كلا الفريقين وايضا الاصداء داخل نادي الجونه بعد الهزيمه في المباراه الماضيه. مرحب بك يا حسن، واكيد عندك بعض المعلومات الهامه عن هذه المباراه فاتفضل. من ملعب خالد بشاره بالجونه تحياتي اليك زميلي العزيز محمد غانم، تحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. بالتاكيد يا غانم احنا على اعتاب مباراه قويه جدا ما بين صاحب الارض فريق الجونه والضيف فريق فاركو. نقدر نطلق على هذه المباراه يعني عنوان لقاء الجريحين، خاصه ان فاركو لديه من النقاط نقطه واحده، اما الجونه ايضا يعني النتائج ليست على ما يرام منذ بدايه هذا الموسم. ايضا فاركو لا يوجد لديه اي نقاط، يعني الامور مش ولا بد في الفرقتين. عشان كده كلا المديرين الفنيين سواء الكابتن رضا شحاته او الكابتن مجدي عبد العاطي الحقيقه ادوا لعبتهم دش ساخن قبل المباراه وحسهم على اهميه الثلاث نقاط واهميه الفوز عشان كلا الفريقين يحققوا اول فوز ليهم هذا الموسم هنا في ملعب الجونه. لكن غانم في البدايه خليني اقول لك التشكيل اللي هيبدا بيه فريق فاركو الضيف النهارده: محمد صبحي لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر احمد صغيري ورامي صبري واحمد عبد العزيز مودي وعبد الله بكري وعزمي غومه، ايضا في خط الوسط هيلعب محمود عماد ومحمود حماده كلاعبي ارتكاز منطقه وسط الملعب، امامهم هيكون رزقي حمرون، اثنين هجوم هيكون عمرو جمال وسيف تيري. واضح جدا انه كابتن رضا مجدي عبد العاطي الحقيقه النهارده نزل بتشكيل هجومي عينه على الثلاث نقاط. ايضا على الجانب الاخر فريق الجونه اللي بيبدا بتشكيل النهارده مكون من اسلام طارق لحراسه المرمى، امامه رباعي خط الظهر عمرو سعداوي واثنين مساكين لؤي وائل ومحمود الجزار ومحمد عبد الجواد في خط الدفاع، امامه اثنين ارتكاسي منطقه وسط الملعب اسلام محارب ونور السيد. ايضا هيلعب النهارده كريم طارق واسلام عبد النعيم امام اثنين مهاجمين خالد قمر وناصر منسي. لكن خليني اقول لك يا غانم ان النهارده في عدد كبير جدا من الغيابات في كلا الفريقين. النهارده لو قلنا غيابات فريق فاركو النهارده هيغيب علاء سلامه وكينجلس لسكاري للاصابه، يمكن كانت امبارح فريق فاركو وصل اول امبارح عن طريق رحله طيران الى الجونه هنا عشان يقيم معسكر مغلق قبل المباراه ب 48 ساعه، لكن الفريق امبارح لعب تمرينه على احد ملاعب او احد فنادق الغردقه اللي بتبعد حوالي 20 كيلومتر من ملعب الجونه، وكان بعدها في محاضره فنيه لشرح جميع اخطاء اللاعبين. لو اتكلمنا على الفريق الاخر فريق الجونه وغياباته: عماد السيد غياب فني، ومحمد نجيب لحصوله على الطرد، ومحمود عبد القادر ايضا للطرد، عمرو طارق بيسابق الزمن عشان يرجع مره اخرى بعد الاصابه في العضله الضمه. بالتاكيد كل التوفيق للفريقين من استاد الجونه، بالتاكيد العوده اليك زميل عزيز محمد غانم، تفضل.